بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 168. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الطلاق يعني في الجاهلية على أربعة أوجه، على أربعة أنواع، هذا في الجاهلية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال، فأن يطلق الرجل امرأته من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما اللذان هما حرام. اللذان حلال أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض من غير جماع، من غير جماع، هذا طلاق شرعي، لأنها ليس فيها حمل. والثاني أن يطلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل قد استبان حملها، وهذا أيضا شرعي، لأنه لا خوف من إطالة العدة عليها. فالحامل عدتها أن تضع حملها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني عدتهن أن يضعن حملهن. وأما التي طلقها وهي طاهر من غير أن يمسها، فهذه أيضا تستقبل الحيض، حيض العدة، ابتداء ولا تنتظر من حين يطلقها. نعم. فأما اللذان هما حلال، فأن يطلق الرجل امرأته من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. رواه الدارقطني. وأما الطلاق المحرم أن يطلقها وهي حائض، في حالة الحيض، هي واحدة. الثانية أن يطلقها وهي، نعم، عند الجماع، أن يطلقها في طهر جامعها فيه خشية أن تكون حاملا. نعم. باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريق. في طلاق البتة يعني الطلاق الباين، البتة يعني الباين الذي لا رجعة فيه. نعم. ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. نعم. باب ما جاء في طلاق البتة. نعم. وجمع الثلاث يقول: أنت طالق بالثلاث، لا يجوز هذا، هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لما طلق رجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد،
نعم. وجمع الثلاث، الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. وجمع الثلاث واختيار تفريقها. نعم، وجمع الثلاث واختيار تفريقها، أن هذا هو الشرع الذي شرعه الله. نعم. عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، قال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان، رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني. وقال هذا الطلاق المفرق شرعي، هذا طلاق شرعي. نعم. رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني. وقال قال أبو داود هذا حديث صحيح. نعم. وعن سهل بن سعد قال لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، رواه أحمد. نعم، الملاعنة أن يقذفها بالزنا، أن يقذفها زوجها بالزنا وليس عنده أربعة شهود، ليس عنده أربعة شهود يشهدون بالزنا، فهذا تقام الملاعنة بينه وبين زوجته، الملاعنة بينه وبين زوجته، فإذا تلاعنا تم اللعان بينهما، بانت منه ويفرق بينهما. نعم. والملاعنة أن تشهد على نفسها أربع مرات، أن تشهد على نفسها أربع مرات أنها بريئة من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. نعم. ثم يقوم زوجها ويلعن نفسه ويحلف أربع مرات، يقوم زوجها ويحلف بالله أربع مرات أنها قد فعلت الزنا، حينئذ يفرق بينهما الحاكم فرقة مؤبدة، يفرق بينهما فرقة مؤبدة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي تشهد على نفسها أربع مرات أنها بريئة، أنها بريئة مما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها، تدعو على نفسها بغضب الله، والغضب أشد من اللعن إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما الحاكم. نعم. وعن سهل بن سعد قال لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، رواه أحمد.
نعم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثة كان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. رواه الدارقطني. نعم، الذي يطلق ثلاث تقع الثلاث ولكنه يأثم على فعله هذا، يأثم على فعله هذا، لأن الله جعل الطلاق ثلاثا ولم يجعله جميعا بلفظ واحد. نعم، يعني ثلاث مرات ولم يجعله جميعا بلفظ واحد، هذا محرم ولكنه يقع. نعم. وعن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث أنها ثلاث إلا الحسن؟ قال لا. ثم قال اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. نعم. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في أمرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه. إذا قال لها أمرك بيدك فقد وكلها، وكلها في طلاق نفسها، فتطلق نفسها إن شاءت. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رواه الدارقطني. إذا قال لها أنت خلية، أنت خلية، فإنها تطلق ثلاثا، هذه واحدة. نعم. والبرية أنت برية كذلك تطلق ثلاثا. نعم. والبتة والبتة تطلق ثلاثا. نعم. والبائن والبائن هذا واضح أنها تطلق ثلاثا، بائن يعني منفصلة من زوجها. نعم. والحرام أنت حرام علي، إذا قال لها أنت حرام علي فإنها تطلق ثلاثا. نعم. ثلاثا ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إيه نعم، لأن البائن تبين من زوجها فلا يجوز لها أن يتزوجها إلا إذا نكحت، يعني تزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل. زواج التحليل محرم، الذي تزوجها علشان يحللها لزوجها هذا هو التيس المستعار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله التيس المستعار. إذا كان قصده من تزوجها
أن يبيحها لزوجها وليس له رغبة فيها، فهذا هو التيس المستعار، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا، رواه الشافعي. إذا قال أنت خلية فتطلق ثلاثا، أنت برية تطلق ثلاثا. نعم. أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا، رواه الشافعي. نعم، رواه الشافعي في مسنده، مسند الإمام الشافعي. نعم. وعن يونس ابن يزيد قال سألت ابن شهاب عن رجل ابن جعل شهاب يعني الزهري، ابن شهاب يعني الزهري. نعم. قال سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه هي طالق ثلاثة، كيف السنة في ذلك؟ فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان مولى بني عامر ابن لؤي أن محمد بن إياس ابن البكير الليثي، وكان أبوه شهد بدرا، أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال مثل قول أبي هريرة، وسأل عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما، رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين. نعم، المخرج على الصحيحين، البرقاني خرج على الصحيحين، يعني أتى بأحاديث تتفق فيها شروط الصحيحين ولم يخرجاها البخاري ومسلم، هذا يسمى مستخرج، هذا المستخرج أو المستدرك. نعم. وعن مجاهد رحمه الله قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، رواه أبو داود. في قبل عدتهن، رواه أبو داود، يعني وهي طاهر من غير مسيس، هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها وهي طاهر من غير مسيس طلقة واحدة. فالبدعي على نوعين، بدعي في العدد وهو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا بدعي في العدد، والثاني بدعي في الزمن وهو أن يطلقها وهي حائض، هذا بدعي في الزمن لأنه لا يجوز طلاق الحائض. نعم. وعن مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة، قال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. نعم، يسألون ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ابن عباس بحرا في تفسير القرآن وبحرا في الفتاوى، كانوا يرجعون إليه رضي الله عنه،
فهذا رجع إلى ابن عباس. نعم. فقال له: سئل عن رجل طلق امرأته 100. قال: عصيت. طلق ربه 100 طلقة، طلق زوجته 100 طلقة، فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، يعني يحتسب 3 والزيادة هذه له. نعم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا طلق امرأته 1000، قال: يكفيك من ذلك 3 وتدع 997. اي نعم، تتركها ما لها قيمة. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته 10 النجوم، فقال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. رواهن الدارقطني. أخطأ السنة، لأن السنة أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في العدة فله ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فما دام لم يستنفد عدد الطلاق وهي ما زالت في العدة فله أن يراجعها. نعم. وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة كلام المؤلف. كلام المؤلف. نعم. قال: وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة كلام المجد بن تيمية. نعم. وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع 3 بالكلمة الواحدة. يقول المجد بن تيمية: وهذه الروايات كلها تدل على إجماعهم على صحة إجماعهم على إجماع الصحابة. نعم. على صحة وقوع 3 بالكلمة الواحدة. اي نعم، هو يقع لكنه يأثم على جمعها كلمة واحدة، محرم يقع. نعم. وقد روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعمر هو ثاني الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأمضى 3 بلفظ واحد، أمضاه 3 عليهم عقوبة لهم وردعا لغيرهم. نعم. وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاتي من هناتك، ألم يكن طلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. رواه مسلم. نعم، كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يأخذون من إذا تلفظ بالثلاث يأخذون منها واحدة فقط، ويجعلونه رجعيا ويلغون الزيادة. فلما كان في وقت عمر رضي الله عنه وكثر تلفظهم بالثلاث أمضاه عليهم عقوبة لهم، فصار سنة متبعة، لأن هذا من سنة الخلفاء الراشدين. نعم. وفي رواية: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 3
قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. رواه أبو داود. وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في حق من لم يدخل بها كما دل عليه رواية أبي داود، وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع. وكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار، لم يظهر فيهم خبب ولا خداع، فكانوا يصدقون في إرادة التوكيد. فلما رأى عمر في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت، وفشى إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها. وقد أشار إليه بقوله: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاووس، سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس بخلافه. وقال أبو داود في سننه: صار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره. الهازل يعني اللي يمزح، والمكره هو الذي لا اختيار له وإنما أكره على التلفظ بالطلاق، أكره على التلفظ بالطلاق فتلفظ به. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. كل هذه الثلاثة لا يجوز فيها المزح، ويلزم من تكلم بها حكمها عقوبة له وردعا لغيره، فالمسلم يمسك لسانه ألا يطلقه فيما لا يجوز من بين الطلاق وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق. نعم. لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، يعني في غضب. فإذا اعتق عبده وهو غضبان لم يعتق، لأنه ما يتصور ما يقول بسبب الغضب.
وكذلك إذا طلق امرأته وهو غضبان لا يدري ما يقول فإنه لا يلزمه طلاق، لأنه لم يقصد ما قال. نعم، فإنما هو بسبب الغضب. نعم. لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم. وفي حديث بريدة في قصة ماعز رضي الله عنه قال: يا رسول الله طهرني. قال: مما أطهرك؟ قال: من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. رواه مسلم والترمذي وصححه. نعم، هذا ماعز رضي الله عنه وقع في الزنا وضاقت عليه الأرض، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إقامة الحد عليه، أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من الجهة التي التفت إليها الرسول فطلب منه أن يقيم عليه الحد، حد الزنا، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه وصد وجهه عنه، ثم جاءه من الجهة التي صد إليها وطلب من الرسول أن يقيم عليه الحد، فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم رضي الله عنه. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. ليس للمجنون طلاق، لأنه لا يتصور ما يقول، الذي لابسه الجن وغلب على عقله لا يتصور ما يقول، فكلامه لا يعتبر، لو طلق وفي حال الجنون لا يقع طلاقه. وكذلك السكران اختلفوا فيه، فمنهم من أوقع الطلاق عليه عقوبة له، ومنهم من لم يوقعه عليه نظرا لأنه لا يتصور ما يقول. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. طلاق السكران والمستكره، طلاق السكران ليس بجائز، يعني لا يقع. وطلاق المكره المستكره، يعني المكره، لا يقع أيضا، لأنهما لم يقصد الطلاق. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء. من يكرهه اللصوص فيطلق، يعني يبي يأخذون المال اللي معه ويقول: هذا لغيري ما هو لي، أنا موكل بحفظه، فإذا ألزموه أن يطلق إن هالمال ما هو له وطلق ما يقع طلاقه، لأنه مكره. نعم. وقال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. كل طلاق جائز، يعني واقع يقع، إلا طلاق المعتوه، يعني ذاهب العقل، معتوه يعني ذاهب العقل. نعم. ذكرهن البخاري في صحيحه. وعن قدامة ابن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر تدلى يشتار عسلا. نعم. أن رجلا على عهد عمر تدلى يشتار عسلا. نعم، تدلى يعني نزل في الرشاء ليأخذ عسل النحل الذي يضعه في الجبل، يضعه في الجبل، النحل يجعل له خلية في الجبل ويفرغ فيها العسل، فكانوا يأتون بالحبال
وينزلون على هذه الخلية فيأخذونها، هذا اشتيار العسل، هذا اشتيار العسل. نعم. أن رجلا على عهد عمر تدلى يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقها. لتطلقها ثلاثا. اي نعم، جاءت لما نزل بالحبل الجبل يأخذ العسل، جاءت امرأته فقالت إما أن تطلقني وإلا فأنا أطلق الحبل الذي أنت متدل به، فطلقها ليفتدي نفسه، فلم يقع عليه الطلاق لأنه مكره. نعم. فقالت لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثة. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق، لأنه مكره، والمكره لا قصد له فيما قال إلا التخلص من الإكراه فقط. نعم. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. باب ما جاء في طلاق العبد. طلاق العبد، العبد له طلقتان، الحر له ثلاث والعبد له طلقتان على. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان المفروض أن يكون طلقه نصف، لكن ما فيه نصف طلقة فجبروه صار طلقتان. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه والدارقطني. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، لمن أخذ بالساق يعني ساق المرأة، يحل له ذلك أن يأخذ بساقها، فما يقع الطلاق إلا منه هو ولا يقع طلاق سيده عليه. نعم. وعن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بن نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا الترمذي. أعد. وعن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بن نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولا تكون مثل الحرة إذا طلقها ثلاثا فلا بد أن تنكح زوجا غيره، فالأمة ليست كذلك. نعم. وفي رواية بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. نعم. وقال ابن المبارك ومعمر لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة، يعني في هذه الرواية. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية ابن منصور
في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب. نعم، هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله، ويتوافق ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي. أبو طالب من أصحاب الإمام أحمد. أبو طالب من أصحاب الإمام أحمد. نعم. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة، قال يعني أحمد بن حنبل. نعم. يتزوجها ولا يبالي في العدة، عتق أو بعد العدة. ولا يبالي يعني في العدة عتق أو بعد العدة، لأن العبرة بوقت وقوع الطلاق. نعم. قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة. نعم. باب من علق الطلاق قبل النكاح. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، هذه سائلة تقول، هذه سائلة تقول: ما نصيحتكم للأخوات حيث يجبرهن آباؤهن على الزواج من رجل ليس على منهج السلف؟ هذا سؤال تكرر ولا حاجة إلى تكرار. نعم، أجبنا عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قلت لزوجتي طلاق بالثلاث، ما تتوظفين في الوظيفة، فهل إذا توظفت أو ذهبت إلى الوظيفة تعد طالقا؟ هذه ترجع إلى القاضي فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية، هل يقع الطلاق دون نية أم لا بد من النية ويعتبر من الكنايات؟ إذا قال لها أنت خلية أنت برية، هذا معنى الطلاق، فهو من ألفاظ الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها، فيقول عن طريق المحكمة، فأعطاها الطلاق، هل يجوز أن ترجع لزوجها بعقد جديد؟ يرجع إلى القاضي الذي راجعه في الأول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن تكون العصمة في يدها؟ نعم، وكلها، معناه أنه وكلها في الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول علي رضي الله عنه والحرام ثلاثا لا تحل له، ولكن ما المسألة ذي التي مرت وهي المسألة اللي مرت قريبا؟ يقول: هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن تكون العصمة بيدها؟ نعم، يشترط، يجوز هذا، لكن ما ينبغي إذاعة هذا على الناس، ما ينبغي إذاعة هذا على الناس، لأن بعض إخواننا صار يذيعها على الناس تساهل الناس في هذا الأمر، كل ما يعلم يقال للناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول علي رضي الله عنه والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بإيقاع الطلاق ثلاثا، وبين كونه ظهارا حيث فيه كفارة ظهار؟ هو فيه كفارة الظهار، وهو يأخذ معنى الطلاق، يأخذ حكم الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
في زمننا هذا زمن تقدم التقنية، هل نكتفي بيقول تصوير الفيديو لتقرير وقوع الزنا دون 4 شهداء؟ أنت لست بقاضي، لست بقاضي تقول هذا. هذا القاضي يسأل، يسأل دار الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الزوجة تقول لزوجها إن تزوجت علي طلقني، يقول فما حكم قولها هذا؟ لا يجوز لها ذلك أن تحجر عليه، الله أباح له أن يتزوج، فلا تحجر عليه ما أباحه الله له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الراجح في الطلاق 3 بلفظ واحد؟ أنه يقع، أنه يقع، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: انتشر عند العوام كثيرا ما يقولون علي الطلاق إن لم يفعل كذا، يقول هل هذا يعتبر حلف بغير الله أو يعتبر تطليقا؟ يعتبر حلف بالطلاق، هذا يعتبر أنه حلف بالطلاق، والحلف تعليق شيء على شيء يقتضي الحث عليها أو التنفير منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول عمر رضي الله عنه: أجيزوهن عليهن؟ أجيزوا يعني الطلاق الثلاث عليهم، عليهم على لأجل الردع، ردعهم عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل بعيدا عن زوجته يقول شهورا طويلة وأراد أن يطلق، هل يلزم أن يسألها إن كانت حائضا أو طاهرا، يقول حتى يطلق؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قال رجل لصديقه مازحا: قد زوجتك بنتي، وقال صديقه: قد قبلت، هل يكون هذا زواجا؟ نعم، يلزم هذا. 3 جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والنكاح والرجعة. نعم، فلا يلعب بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المكره لا يقع طلاقه، يقول لأنه لم يقصد الطلاق، هل القصد هنا بمعنى النية أي أنه لم ينوي الطلاق؟ أي نعم، لأنه لم يقصد يعني لم ينوي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما ضابط الإكراه في الطلاق؟ ضابط الإكراه في الطلاق أن يلزمه بهذا، أن يهدده ويلزمه بالطلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من فعل الزنا أو اللواط، يقول ثم تاب من ذلك وصدق في توبته وندم على فعله، يقول هل يتقدم إلى المحكمة ويطلب التطهير؟ يستر نفسه، ستر الله عليه فيستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، والله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يسأل المطلق عن نيته في الطلاق؟ لا، يؤخذ بظاهر لفظه ولا يسأل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقع الطلاق على المرضع؟ على المرضع. أي نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
تقول أنا متزوجة ولي ثلاثة أطفال، يقول وعند أمي وزوجي يطلب مني الرجوع، وأنا محتارة لأجل أطفالي وأمي تنصحني بالرجوع، تقول فما نصيحتكم لي؟ نعم، هذه امرأة تقول أنا متزوجة ولي ثلاثة أطفال وتسكن عند أمها، وزوجها وأمها يطلبان منها الرجوع، تقول علما أن عندي مشاكل كثيرة مع زوجي، فما نصيحتكم لي؟ الرجوع؟ نعم، الرجوع إلى زوجها، يعني تسكن معه بعد الطلاق. بعد الطلاق يعني الرجوع من الطلاق، يعني الرجعة. نعم. يأمرنا بالرجعة عن هذا، يرجع به إلى القاضي ينظر فيه، إذا كان لها رجعة ترجع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم هذا القول؟ أنا عندي قاعدة أن أي مسلم يرتكب أي كفر أكبر فهو كفر نوع. يقول أي مسلم يرتكب أي كفر أكبر فيعد كفر نوع. كفر نوع، نوم نوع بالعين. هذا كلام فاسد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا رأت المرأة زوجها يزني فهل لها طلب، فهل لها اللعان؟ طلب اللعان؟ نعم، إذا رمته بالزنا فتلعن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز استعمال الصابون عند غسل الجنابة؟ لا بأس بذلك، استعمال المنظفات مع الماء لا بأس بذلك، ولا يؤثر على الماء. نعم، لا يؤثر على طهورية الماء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الكفاءة في النسب شرط في النكاح؟ لا، ما هو شرط، ولكن الناس سيشنعون عليك وشنعون على أمرك، ما أنت ملزوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم أخذ العلم عن من قذف مسلما وحكم يقول عليه؟ اسأل القاضي اللي حكم عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم ضعينته ضرب أمته، ما معنى الضعينة؟ الزوجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا، كيف نجمع بينه وبين حديث ومن صنع لكم معروفا فكافئوه؟ في غير هالمسألة، في غير هالمسألة، الحديث في غير هذه المسألة، هذه مستثنات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أحد الإخوة يعمل في قطع الغيار ويقوم بتوريد قطع الغيار ويأتي الزبون ليشتري منه ويسأله أين صنعت فيجيب أنها صنعت في إيطاليا، علما أنها قد صنعت في تركيا والصين لكنها يقول بالمواصفات الإيطالية، فما حكم هذا؟ هذا أجبنا عليه، لا نكرر الجواب عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ورد عن الشافعي رحمه الله أن من علم القبلة
وصلى منحرفا بطلت صلاته؟ عين القبلة، من عاين الكعبة وانحرف عنها فلا تصح صلاته. أما البعيد الذي لا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق، يعني لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فكل ما بعد عن الكعبة يتوسع الحكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: دخلت في الأسهم قبل 10 سنوات وقد نسيت هذه الأسهم، وتقول: لما ذكرتها وجدت فيها وجدت مبلغ 5000 ريال، تقول: هل تزكي 5 عن 10 سنوات أو يكفي؟ هذا أجبنا عنه في سؤال سابق. نعم. أحسن الله إليكم. وكأن السائل يبينا نتنازل أو ننسى الحكم ونفتيه بغيره. لا، أجبنا فيه، خلاص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول غشك الله؟ الله ما يصلح هذا في حق الله، الله جل وعلا لا يغش. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أريد أن أعقد على فتاة وأبوها مسافر، يقول: فهل يعقد لها جدها؟ هذا عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لمس الذكر من غير قصد يبطل الوضوء؟ إذا مسه مباشرة من غير حائل يبطل الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أن عنده زوجة في بلده، ويقول: يتأخر عليها ويخشى العنت على نفسه. يقول: عنده زوجة في بلده، ويقول: يتأخر عليها ويخشى العنت على نفسه، يقول: ولا يقدر النزول إلى بلده، فإذا تزوج هنا، يقول: هل يكون جلوسه عند المرأة الثانية أكثر من المرأة الأولى، الزوجة الأولى، هل يعد بخلاف العدل؟ وهذا أيضا أجبنا عليه جواب سابق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز سب مرتكب المعصية والمجاهر بها؟ لا يجوز، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم في تفسير الشعراوي؟ هل يجعل تفسيرا للمبتدئين؟ يا أخي، كتب التفسير كثيرة، كتب التفسير كثيرة، ارجع إليها، أقرب شيء ابن كثير رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التجارة في منتجات التجميل والعطور للنساء؟ يقول: ما حكم التجارة في منتجات التجميل والعطور للنساء؟ لا بأس بذلك، ما دامت أنها مباحة فلا بأس التجار بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صلاة الشروق هي صلاة الضحى؟ نعم، يسمونها صلاة الأشراق، هي صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض العامة يستدل في تحليل المعازف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، يقول: هل يجوز
المعازف محرمة بالإجماع كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا أجبنا عليه، لكن كأن السائل يحاول يبينا ننسى الجواب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استفرغ أحد المصلين بجانبي وأصاب شيئا من ثوبي، يقول فهل يعتبر نجاسة وأعيد الصلاة؟ هو نجاسة، لكن أكمل صلاتك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: محل يبيع بالتقسيط ويشترط ألا تقل المشتريات عن مبلغ معين ولا تزيد عن راتب شهرين للمشتري، فما حكم ذلك؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة من فرنسا تقول أن زوجها يشرب الخمر ويدخل إلى البيت سكران، وقد نوصح كثيرا ولكن يتكرر منه هذا الفعل، هل لها أن تطلب منه الطلاق؟ تراجع القاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من أحد الدول العربية يقول: يسألنا المسؤولون، يقول المسؤولون في الدولة يسألونهم عن مذهب المركز أو عن عقيدة المركز، فيقول: نحن أشاعرة لأننا إذا قلنا نحن على منهج السلف يغلقون المركز، هل فعلنا جائز؟ ما يجوز الكذب في هذا، صرحوا بمذهب السلف، وإن حصل مطلوبكم فالحمد لله، وما حصل تجدون بلد آخر غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء في وقت الظهيرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعمل في استيراد الأدوات الكهربائية ويطلب مني شهادات في الجودة، فأقوم باستخراج شهادات على بعض المنتجات وأترك بعضها، يقول مع أنها بنفس الجودة، فهل يجوز فعلي هذا؟ وهذا السؤال أجبنا عنه في سؤال سابق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أن عنده مطعم ويبقى طعام في آخر الليل، يقول هل يجوز تركه في الثلاجة وبيعه في اليوم الثاني على الزبائن أم يعتبر من الغش؟ هذا سئلنا عنه وأجبنا بأنه لازم تخبر الزبائن عن هذا الطعام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقع طلاق متعاطي المخدرات؟ هذا عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التصفيق؟ تصفيق للنساء، إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، تصفيق للنساء وليس للرجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من مات وهو قاطع للرحم هل يخلد في النار؟ وفي قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، التصديه هي التصفيق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من مات وهو قاطع للرحم هل يدخل النار ويخلد فيها؟
ما يخلد إلا بالكفر، الشرك بالله عز وجل. قاطع الرحم هذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تقتضي الكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز بناء المساجد بجوار المقابر؟ إذا كان مفصول بين المساجد والمقابر بجدار لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تعريف العصمة؟ نعم، يقول: ما تعريف العصمة؟ إيش العصمة؟ أي عصمة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا رفعت من الركوع وقلت الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمده، فماذا علي؟ إذا قلتها فاسجد للسهو. نعم. ولا تترك سمع الله لمن حمده، لابد تأتي بها وتسجد للسهو عن التكبير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الاحتفال بالمولد يعد بدعة شركية أو كفرية؟ الاحتفال بالمولد بدعة، كل بدعة ضلالة، فهو ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من قال لزوجته مازحا يا ابنتي، فما حكم فعله قوله هذا؟ لا يجوز هذا، استغفر الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الالتزام بترتيب الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء يعد طريقة السلف، من طريقة السلف؟ هو أحد يرتل الحروف الهجائية؟ نعم، أحد يرتل الحروف الهجائية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير الصلاة للمريض؟ نعم يجوز، يجمع إذا احتاج إلى الجمع، يجمع يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويصليها مع العصر، جمع تأخير إذا احتاج إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد في السنة في فضل في قراءة سورة الكافرون وسورة تبارك عند النوم؟ الذي ورد عند النوم قراءة سورة تبارك، وأما الكافرون فلا أعلم شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز مس جلادة المصحف دون طهارة؟ الخارج عن الكتابة يجوز هذا، ولكن يخشى من التساهل بهذا، لكن يحمله في كيس أو في شيء بينه وبينه حائل وبين المصحف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صليت العشاء ثم ركبت السيارة وسمعت أذان العشاء بالراديو، يقول أذان العشاء في مكة، يقول هل يجوز إجابة الأذان خلف المؤذن؟ نعم لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجال الدخول على النساء وتدريسهم في الدورات التدريبية؟ النساء تدرسها النساء والرجال يدرسهم الرجال، ولا حاجة إلى الخلط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أتيت الجمعة، يقول، فهل لي أن أشتغل بالصلاة
وأقرأ القرآن ويقول أصلي وأنا جالس؟ يقول إذا أتيت الجمعة فهل لي أن أشتغل بقراءة القرآن والصلاة وهو جالس؟ لا، صلي وهو واقف، ما يجلس إلا إذا كان فيه عاهة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب اتباع أحد الأئمة المذاهب الأربع؟ الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الأساور للرجال؟ لا يجوز هذا، تشبه بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الآيات التي تسمى آيات السكينة؟ لا أعرف هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عائلتي يكثر عندهم اختلاط الرجال بالنساء من غير محارمهم، يقول وينصحهم كثيرا ولا يستجيبون، فيقول كيف يستطيع تغيير هذه العادة عندهم؟ تغيرها بيدك، نسائك تأدبهن إذا خالفنا الأمر الشرعي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع الوسم تحت أذن الناقة؟ لا يجوز الوسم في الوجه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عنده أرض زراعية بجوار المقابر، فهل يجوز له أن يصلي في هذه الأرض؟ إذا كان المزارع منعزلة عن المقابر فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن؟ إذا خشيت نسيانه، كان لها حفظ من القرآن وتخشى نسيانه، فلا بأس أن تقرأه محافظة عليه من النسيان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الجواب عن استدلال من يجيز بناء القبور والأضرحة، يقول بناء القبور والبناء على القبور، يقول بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كيف نجيب عن هذا الدليل؟ الجواب في الآية: غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم، يعني أجبروا